يلا يا ربي. لك ايه فوتي؟ امي يلا يلا اتركوا بعد عنه. انت كيف بتتجرأ تضربه لاخوها لغزل؟ أختي؟ مين سمح لك تمدي إيدك على أخي؟ مين عطاك الحق إنك تضربيه؟ ومين اللي سمح له لأخوك يقلب بيتي لساحة معركة؟ مين اللي عطاه الحق؟ هو ضيف هون وعم يتصرف مثل كأنه إله البيت، ما بيعرف يلزم حدوده ويحترم حاله وقت يكون ضيف ببيت الناس؟ بلا بعرف احترمه خالتي، بس إذا عرفتي حقيقة هالاثنين المخادعين فوقت انتي يكفي. أنا بعرف حقيقة الكل فما في داعي تخبرني، مفهوم؟ وبعدين شو مفكرين؟ إنه بيتي مضافة للأكل والشرب؟ كل الوقت إختك بتقول إنه ما عاد إلا أي دخل بهاي العيلة وبترفع إيديها وبتقول ما دخلني وما عاد في شي بيربطني فيهم ولا بيقربوني ولا بيهمني إذا أكلوا أو شربوا، مو فارقة معي. بس مع هيك هي لساتها هون، وكمان أنت. بس بدي أفهم، أنتوا ليش لساتكن قاعدين هون وعم تاكلوا وتشربوا ببلاش؟ ليش ما بتطلعوا من هالبيت؟ مات أخي. ليش صافنين هيك؟ مدي إيدك علي، هاد الشي الوحيد اللي صفيان تعملي، ضربيني، هاي الشغلة الوحيدة الشاطرين فيها انتو الاثنين. امك سرعتنا وهي تقول تعبت بتربايتكن، بعدين تركتكن هون لحتى توجعوا لي راسي. انتو قليلين ادب ومانكن لا محترمين ولا مربايين. انتي قليلة ادب واخوكي كمان قليل ادب، انتو اثنيناتكن وقحين. الزمي حدودك يا خالتي. أنا بنصحك إنه ما تحكي على أمي ولا أي كلمة، وإلا شو؟ شو رح تعمل؟ أنا حافظ. مع إنه الكبار مصرين إنه ينزعوا سمعتنا ويغلطوا فينا، بس نحنا الصغار ما لازم نقلل احترامهم نهائياً. شو قلتي؟ انتي ما عم تسمعي كلام زوجك وبتجاكري، وفوق كل هالشي انتي عم تهيني حماتك على العلن ولسه عم تحكي عن الاحترام؟ بتعرفي اخوكي محظوظ كتير لانه ابني حيدر مانو موجود بالبيت بهالوقت ليربيه. لو انه حيدر شاف حافظ شو عم يعمل هلا ما كان سكت له ابدا وكان طالعه من هالبيت فورا. اخوكي واحد مشكلجي. وقفي يا امي، انا ما رح اسمح لك ابدا تحكي ولا كلمة تانية عن اخي. بس رح أحكي، ليش ضربه لأجاز هيك؟ لأنه هو بيستاهل ينضرب. بدي أفهم ليش إجا على بيتنا بهذا الوقت؟ هو أخوه لغزل، مانو صاحب هالبيت، ليش هو بضل يتدخل بمشاكلنا العائلية؟ إيه لكان تطلعي على حالك قبل ما تحكي على غيرك وشوفي أنت شو عم تعملي وشو عم بتساوي. طيب، ليش أخوكي قاعد ببيتي وعم يطلع منه؟ حافظ قاعد بهذا البيت لأنه أخي، وصرت قايت لك أكثر من مرة هذا البيت بيتي أنا، وهالبيت لساته عامر بفضل مساعدة أبي.
أنا وكمان أخي حافظ أكثر ناس بحق لهم يقعدوا بهالبيت ويتأمروا، وإذا عندك شك بهالشي فيكي تسألي يا لستي عن هالقصة. دعاء معها كل الحق، واللي سمح له لحافظ يقعد بهذا البيت هو أنا يا هينا. وقعدت حافظ بهالبيت طول هذا الوقت، ما حدا بحق له يعترض عليها. مثل ما بدك أمي، وما رح أعارضك بهالقرار. بما أنه أخوها لدعاء فيه يقعد بهالبيت، معناتها ما فينا نظلم أخوها لغزال. طالما مرته الأولى بحق لها تقعد أخوها والتانية بحق لها، خلص انحسمت. أجاز قوم، ومن هلأ أنت فيك تجي لهون إمتى ما بدك، تقعد قد ما بدك وبتطلع إمتى ما بدك. خليني شوف مين بيتجرأ يمنعك. لاحظت اليوم شغلة كتير مهمة. أنا من يوم يومي كنت بدي صير مثلك وقت أكبر، بس أنت هلأ مانك قدرانة تفرقي بين الصح والغلط وقراراتك الغلط. عن جد أنا زعلانة وشفقانة عليك كتير، لهيك أنا رح أدعي لك وبتمنى تشوفي حقيقة اللي عم يصير حواليك وتقدري تميزي. آمين آمين يا رب. يلا حافظ. يلا أمي. ليش لساتك واقفة؟ اطلعي اطلعي يلا لبرا، امشي قدامي لأشوف. امشي. رح ساعدك. آسفة آسفة، عم تتوجع مو؟ أنا بدي أعتذر منك بالنيابة عن أمي، لأنه أنا بعرف إنه أمي تجاوزت حدودها معك اليوم. بس مو متضايق من اللي صار ولا من اللي قالته. عم تقول هيك لتريحني بس؟ طبعاً لا، بيني وبينها صلتين، الأولى إني صهرة، يعني هي حماتي المستقبلية، والتانية أمي، لأنه دعاء بتنادي لأمي. الواحد ما لازم يزعل وينزعج من حكي أمه القاسي. تعرف أنه أنا أكتر بنت محظوظة بالدنيا كلها، لأنه في شاب مثلك بحياتي. أنا المحظوظ فيكي كاينات، بس أنا خايف أنه هاي الخناقات تزيد وتدمر الارتباط اللي بيناتنا يا كاينات، ولهيك نحنا لازم نقول للكل عن الشي اللي بيناتنا وبسرعة، لأنه إذا عرفوا من غيرنا يمكن نوقع بمشكلة. إيه معك حق، نحنا لازم نحكي للكل عن الشي اللي بيننا. أوكو نتفكروا تعملوا هالشي بهالوقت هذا؟